جيب يعني كيلو بندوره وكم يعني شغلات للبيت. في مره اخي مريض يعني ابنه اخي بجيب له معي دواء، بس الصيدلي على الدواء يكشفوا في مرض. المصاري يعني بطلع كلها بجيب اغراض للبيت، ما هيك بس اجيب اغراض للبيت. اول ما بلشت بالشغل كان شعوري يعني صعب وبخاف، بعدين تعلمت شوي شوي وعلمني المعلم وتعودت. كل 20 كسبة حقا 500 ليرة، قربت حقا 900 ليرة، ما أنا حق ربطها. نروح نتحمل جاك نجيب حق ربطة الخبز، نجيب نعطيها لأهلنا.